طيب في الفقرة دي بالذات أنا بفضل إن أنت اللي تسوق. ربنا يخليك. فبص الفقرة فقرتك يا إكسلانس عيش، تحب نبتدي من فين؟ إحنا ممكن نبتدي بقى بالسلة، يعني بقطاع السلة، لأن قطاع السلة في النادي الأهلي محقق نجاحات كبيرة جدا خلال 2023. لكن خليني بس أبدأ بطبعا أبارك للنادي الأهلي بالبرونزية الرابعة في تاريخه. مليون مبروك للنادي الأهلي، وكمان طبعا بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مباراته طبعا النهارده امام سيراميكا كليوباترا. نروح بقى لقطاع السله. قطاع السله في النادي الاهلي بيحقق نجاحات كبيره جدا الموسم ده، في سواء على صعيد طبعا الرجال او السيدات. النادي الاهلي في 2023 لو اتكلمنا عن انجازاته مش هنعرف طبعا، يعني عايز حلقات، لكن خلينا بطولات 2023 سواء في كره السله رجال. النادي الاهلي محقق 5 بطولات في 2023، محقق طبعا نبتديها كده كاس مصر، دوري السوبر، بطوله افريقيا، السوبر المصري على حساب نادي الزمالك، واخيرا دوري المرتبط اللي كانت طبعا بطوله مهمه جدا وبطوله قويه جدا، لان انت قابلت في ربع النهائي نادي الزمالك وقابلت في طبعا نصف النهائي نادي الاتحاد، وقدرت ان الحمد لله ربنا يكرمك وتكسب المباراتين، وقدرت ان انت تحقق البطوله. فالنادي الاهلي محقق 5 بطولات مع طبعا بقياده طبعا الاسباني اجوستي اللي محقق نجاحات مع النادي الاهلي حتى هذه اللحظه، نجاحات كبيره جدا. دايما اسمه لما بيتقال دايما بيتقال مقترن بالاشاده. صحيح، لان اجوستي من ساعه ما تم التعاقد معاه داخل النادي الاهلي وهو محقق نجاحات بالفعل، ادى روح. يعني احنا بنشوف دلوقتي اداء مختلف من لعيبه النادي الاهلي، بنشوف روح وحب لعيبه النادي الاهلي مع بعضهم البعض، وده سر نجاح المدير الفني يا استاذ كريم. دايما ان المدير الفني اللي بيخلي في روح واداء داخل اللعيبه، وبيخلي ان اللعيبه تبقى بتحب بعض، اللعيبه كلها عايزين يقدموا افضل ما عندهم. طب واحنا ليه كنا مستنين مدير فني اجنبي عشان يحقق المعادله الحلوه اللي انت بتتكلم عنها؟ هو دايما دايما انت هنا في مصر او في الانديه عامه بشكل عام، المدير الاجنبي هم دايما بيبقى هو الناجح مع فرقه، هو اللي بيبقى عنده فكر مختلف، عنده طبعا استراتيجيه مختلفه. اكيد اكيد في مدربين طبعا محترمين جدا داخل مصر، والسنين اللي فاتت طبعا كان في مدربين جدا، ده بالنسبه للالعاب الجماعيه يعني كان في مدربين كويسين جدا، لكن انت دايما بتروح للمدرسه الاجنبيه او بتشوف ان المدير الاجنبي يقدر ان هو ينجح مع الفريق، فعشان كده بيتم التعاقد مع مدير فني اجنبي لقياده طبعا الفريق. ده بالنسبه لكره السله رجال. بالنسبه لكره السله سيدات برضو محققين انجازات خلال 2023. يعني احنا دايما لو اتكلمنا عن النادي الاهلي، فالنادي الاهلي على مدار طبعا السنين او على مدار طبعا الموسم بشكل كبير جدا، لان الموسم طبعا انت الموسم بيبتدي من سنه وبينتهي في سنه مختلفه، لكن في 2023 برضو النادي الاهلي محقق 5 بطولات في كره السله سيدات، يبقى مفيش فرق اهو ما بين الرجال وما بين السيدات. برضو السيدات السلة محققين طبعا 5 بطولات، محققين دوري السوبر وكاس مصر والسوبر المصري ومؤخرا السوبر المصري ومنطقة القاهرة. ففريق طبعا برضو السلة سيدات بنتكلم على سيطرة وهيمنة كاملة. احنا دلوقتي رايحين اهو لمصر اهو بقيادة طبعا الكابتن طارق خيري. الكابتن طارق خيري طبعا محقق نجاحات كبيرة جدا مع فريق كرة السلة سيدات، وبصراحة عامل شغل مميز. وكمان احلى حاجه في الفريق بنشوفها دلوقتي ان المدير الفني بيعتمد على اللعيبه الصغيره ان هي تكون موجوده معاه في الفريق الاول، وبنشوف بصراحه لما بينزلوا الملعب او بيكونوا في مباريات كبيره جدا بيقدموا طبعا اداء كبير جدا. جميل. طيب غير بقى كره السله، كرة السلة احنا عندنا برضو كرة الطايرة، عشان ما برضو لازم تبتدي بالألعاب الجماعية الأول. احنا بدينا بالألعاب الجماعية، فاحنا نتكلم عن السلة ونتكلم برضو عن الطايرة، وبعد كده نبقى نخش بقى على الجزء الأهم برضو الألعاب الفردية، لأن لازم برضو حقها لأن الألعاب الفردية. لا ده احنا بقى لو قعدنا نتكلم عن الألعاب الفردية مش هنعرف نعد في البطولات، بس هنضرب